يعتبرون انه ظاهر والمراد. والقضية الثانية ايش اعتبروا ان الشرع المقدس لم يخرج من محاورات على سيرة العقلاء، بل ان الشرع المقدس هو ماذا؟ هو رئيس امه وسيده. نعم. يعني يعتبرون من الاصوليين انه الشرع المقدس نزل لخاطب العقلاء بما هم عقلاء، وهو سير العقلاء كما يذكر ذلك الشيخ النائي وعلمائنا في الجامعة. فقصدي هذا المصطلح ذكرين الناس حتفينه او ذكرين غير الامامية الاخبارية وغير الاصولية. صفحة 50 أنت ذاكرين أن مدرسة اعتزالية موقفة من بعض نص القرآن بإذن الله، والمعتزلة في واقع الأمر ذهبوا إلى قضية التأويل في التعامل مع النص القرآني، يعني أي قضية أي ظاهر قرآني يصطدم مع قائدهم مع أفكارهم بربوة يحولون ذلك الظاهر القرآني إلى قضية التأويل، خاصة في قضية الصفات الخبرية وعندهم حتى في قضية الإرادة يقولون حينما يتعاملون مع الصفران يقول هناك إرادتين، هناك إرادة تكوين وإرادة تكييف. والقرآن هو يكون في حالة إرادة التكوين باعتباره هو يتضمن أحكام وتكاليف شرعية، ولذلك القضية خطورة القضية خطورة فكر المعتزلة حينما جعلوا القرآن من إرادة التكييف جعلوه نصا بشريا وتاريخيا. نعم. لا طعم القرآن. فعلا. يحل ونزل خلص ولوح محفوظ القضية التكوينية. وانت تحتك بينا بدون التكوين دعمهم. فهذا ينطبق الفرص شو يناقش القضية، مو أن تقول والله ما تنزل وظهر القرآن وكلام الله عليهم القرآن. أستاذ هو أنا بهذا المطلب يعني أردت بيان يعني الاعتزالية يعني هم ما عملوا يعني هم يعني قضيتهم التأويل، لكن بالتفاسير وجدت يعني مخالف لغير يعني التأويل، يعني اعتمدوا بالآيات العظمى حسب الظاهر القرآني. صفحة 56 أتمدت التأويل تعريف التأويل لغة مصطلحا، وبعدين أشرت إلى بعض الآيات فأخذت تحت عنوان التأويل في الاستعمال القرآني، تأويل لغة، تأويل بالصلاح بحسب الصلاح، والمطلب الآخر يكون التأويل بحسب الاستعمال القرآني، لأنه بحسب الاستعمال القرآني التأويل له معاني مختلفة. لكن شو عندك؟ عنده خمسة.